الراديو 90-90 هواها مصر. المزاو الكريم مع شيماء الخليل، روق يومك مع كوكا كولا على الراديو 90-90. السلام عليكم. وعليكم السلام. معك انا معاك من توكيل بالخليج. احنا نسوي استفتاءات عالمية واخترنا مصر وشوية من الزباين مالت مصر، بنسألهم عن اداء السيارات مالتهم. تمام. انا اعرف ان عندك سيارة. بالضبط. عرفت البيان منين بقى؟ انا شاري عندنا بالسيستم، مو بشاري سيارة من. لا انا شاري عربية بس مش شاري من التوكيل. ايه، ما هو اي احد بيبقى معاه سيارة بنعرف كل شيء عنه وبنعرف العنوان، في جي بي اس داخل السيارة انت ما تعرفه، بس احنا بنحط جي بي اس بكل سيارات بداية من موديل 2005. تمام. فسيارتك فايدته ايه؟ جي بي اس بتحطوه للعربية للشركة هنا ولا؟ هي حق الشركة مالتنا، احنا نحب نعرف السيارة ماشية زين ولا لا، وانت حضرتك كسبت معانا ان احنا بنبدل لك السيارة بموديل السنة. تمام. بس رح نسوي استفتاء بسيط، اذا سويته مضبوط بنسوي لك تبديل للموديل. تمام. بس جاهز معايا، بسألك كم سؤال وبتصير توكيل. وين أقرب فرع ليك؟ أقرب فرع ليك القاهرة. وين بالقاهرة؟ في فرع ما أعرف شو مكان، أماكن فرع فين. أوكي، إذا بتسافر بتينا؟ ما في مشكلة. لا يعني أقول يعني إنه ممكن تينا على دبي مثلا، ممكن تينا على جدة، ممكن تينا على قطر، الكويت، أي بلد فرع من فروعنا. ليش؟ ليش؟ ظروفي مش هتسمح بالفترة دي بحاجة زي كده. شو بلاها ظروفك؟ ايه؟ شو بلاها يعني؟ ظروف شغلي. شو تشتغل؟ محامي. بس انا اشوف انك ضابط. شوفي فين؟ بالجي بي اس مالنا. الجي بي اس بيطلع ان انا ضابط؟ هي في نجوم بتبين. نجوم ايش؟ نجوم في سوونا هذه البدلة. انا ما بلبس بدلة شرطة خالص. ليش؟ تلبس ملكي؟ انا مش ضابط. انزين انت شو؟ انا محامي. انت مش محامي. انت ضابط. ممكن نقوم الروب بقى. ما ادري بس في شيء يلمع. يمكن. ما ادري. انزين الحين بسألك اسئلة والمفروض انك تعيد ورايا. انزين بسأل اسئلة. عيد الاسئلة وراكي. هي اتفضلي. قول انا محمد محمد. انا محمد محمد. بس بنسوي بصمة صوت. اوكي. ليه بقى؟ للسيارة الجديدة، هي بتشتغل ببصمة الصوت. انت عارف انت بتتكلمي منين حضرتك؟ انا هني بمصر الحين، انا بالفرع الرئيسي بمصر. فين الفرع الرئيسي؟ احنا موجودين الحين في مصر الجديدة. في مصر الجديدة. هي. شو هذا الحس؟ تمام. الامني ولا شو؟ ايه؟ هذا الحس الامني؟ حس امني؟ لا استفسار بس يعني. هي اوكي، انا هني انا اللي اسال مو بنت اللي تسال، مفهوم؟ لازم اعرف مين بكلم مين. شو ليش تبغى تعرف شو بتكلم مين يعني؟ ايش تفرق؟ انت بتربح سيارة. عادي يعني، مش موضوع سيارة خلاص، بس لازم اعرف انا بكلم مين برضو. ليش؟ معجب؟ السؤالات بتروح وتيجي، لكن اعرف انا بكلم مين. معجب شكلك. ايه؟ معجب؟ معجب؟ ايه؟ لا مو عجب، متجوز. لا ما اقول اعزب، اقول معجب. معجب؟ على قولتكم يا المصريين ان ايه انت عجبني او انا عجبتك، صح؟ انتوا بتقولوا كده؟ انت عجبتيني يعني؟ ايوه. صوتي رومانسي ادري، كل الزباين يقولون شي. انت منين بقى؟ ما قلت ليش؟ انا؟ من دبي. ايه؟ من دبي. يا اهلا وسهلا من دبي. هلا هلا. انزين محمد. قول انا احب السيارة. انا احب السيارة؟ احب بس بصوته عالي شوية. مش هينفع اعلي صوت اكتر من كده دلوقتي. انت عارف انت بتربح سيارة كم حقها؟ 370 الف جنيه. سيارة ايه؟
370 ألف جنيه سيارة رح تربحها. يا مساء الحال. هذه سيارة الجديدة مالتها وايد حلوة، هي 4x4 وبتربح الفئة العالية، فأرجوك بس عيد الكلام اللي رح أقوله. معاك يا. أنا بحب السيارة. أنا بحب السيارة. بس نعلي الصوت بعد إذنك عشان هذا ربح. هذا ربح، لازم أعلي الصوت عشان هذا ربح. أنا أحب السيارة. أنا أحب نفسي. أنا أحب نفسي. أنا أحب البطاطس. أنا أحب البطاطس. نعم. إيه. آه. أنا أحب مشروبات الطاقة. أنا أحب مشروبات الطاقة. أنا أحب زوجتي. أحب زوجتي. ولكني أحب أن أتزوج عليها. ولكني أحب أتزوج عليها. سأربح السيارة. سأربح السيارة. سأربح السيارة. سأربح السيارة. إنني أربح السيارة. إيه؟ إنني أربح السيارة. إنني أربح السيارة. إنني أحب السيارة. إيه؟ إنني أحب السيارة. إنني أحب السيارة. أنا لا أكذب. أنا لا أكذب. لكني سأكذب. إيه؟ لكني سأكذب. لكني سأكذب. أنا لا أسرق. أنا لا إيه؟ لا أسرق. أنا لا أسرق. لكني سأسرق. هو أنت أي حد يقول لك أي حاجة تصدقه؟ إيه؟ هو أنت أي حد يقول لك أي حاجة تصدقه؟ لا طبعًا، بس أنا مش لحد الآخر بشوف إيه يعني. محمد عبد الحكيم المزاوي الكريم. ده مين البرنس اللي بيصب علينا ده؟ احمد خضير. عايز تعمل في احمد مقلب؟ اه بس هو ده في اسمي دلوقتي. اسبوعين ثلاثة كده ينسى الموضوع واكلمه لك. ايه؟ حقك هيرجع لك يا باشا. خلاص فل جميل. صباح الفل. عايز بيانات عنه؟ لا ما تقلقش، هبقى اكلمك بس ينام كده وينسى الموضوع. خلاص تمام. ماشي صباح الفل. ماشي صباح. باي باي.